كاينه اليوم على ود هاد الوليدات اللي معتقلين اللي ما دايرين حتى شي حاجه اصلا، وحنا ما عارفينهمش علاش معتقلين. الذنب الواحد ديالهم انهم تيبغيو فريق الجيش الملكي، فتا كنتفاجئوا بانهم دايرين لهم بانهم اقتحموا ليطاماجور ديال الجندارم وهرسوا طوموبيلات. بغينا نعرفوا غير واش كاينين شي فيديوهات ديال هاد الدراري بانهم دايرين هادشي. هاد الدراري ما دايرين والو، كيطالبوا غير بالتغيير، كيشوفوا الفرقه غادا وتطيح. يعني ما الناس هاد الوقيته كيديروا انتدابات وحنا الفريق ديالنا كيعتقل لينا الدراري، راه الله من هذا منكر. تنطلبوا من القاضي يشوف من حال هاد الوليدات وينصفهم. حنا جينا اليوم تنضامنوا مع الاخوان ديالنا اللي معتقلين بواحد الاعتقال اللي ماشي في محله. الاخوان ديالنا داروا واحد الوقفه امام ليطا ماجور ديال اكدال، اعتقلوهم بواحد التهم، واحد التهم كاينه غير في الخيال، التهمات ديال اقتحام تكنة عسكرية. واش خمسة ديال الناس غادي يقتحموا تكنة عسكرية؟ يعني هادو اتهامات ظالمة. ومن هذا المنبر تنبغي نوجه واحد النداء للصحافة، بحال واحد الصحيفة اليوم كتبوا محاولة اقتحام لتكنة عسكرية، يعني خصهم يكونوا محايدين الصحافة، خصهم يكتبوا راه الناس متهمين بمحاولة اقتحام ماشي اقتحموا. ومن هذا المنبر تنبغي نوجه الرساله لاداره فريق الجيش الملكي، هذا فريق الجيش الملكي راسه المرحوم الحسن الثاني، يعني خص الملك ديالنا محمد السادس الله ينصرو خصو هو اللي عطي التعليمات باش هذا الفريق يبقى ديما الفوق. ومن هذا المنبر تنبغي عاوتاني نوجه الرساله لرئيس النادي، ما عرفناش حنا رئيس النادي، المهم ما نعطيوش الاسماء. حنا شنو بغينا؟ بغينا الاصلاح، ما حنا ماشي في حرب مع الاداره، والاداره في حرب معانا، كيعطيو تعليمات باش يتعتقلوا الدراري ديالنا. حنا من هذا المنبر ما بغيناش نتحاربوا معاهم، بغينا فريق الجيش الملكي اللي هو فريق المغاربه فريق كبير يرجع لمنصه التتويج. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.